مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد مفيش مستحيل. كانت معنا دلوقتي الأستاذة آية دسوقي من شمال سيناء وبالتحديد من مدينة العريش، والأداء لغة الإشارة لأغنية مفيش في الدنيا مستحيلات. هيا بشكر الأستاذة آية دسوقي وبحييها جدا على هذه الأغنية. مشاهدينا الكرام، كان الأسبوع اللي فات حضرتك معنا دلوقتي الأستاذة نادية أبو سنة خبيرة لغة الإشارة بمصر والوطن العربي. حضرتك عادة ممكن تترجمي للجمهور عادي جدا يعني معايا، يعني ترجمي للجمهور عادي خلصنا. مشاهدينا الكرام، كان الأسبوع اللي فات تكلمنا عن بعض مشاكل الصم والمبادرة بتاعت مفيش فرق بيننا الصم. النهاردة هنكمل حديثنا عن الصم والحلقة كاملة عن الصم وعن طلبات الصم. عشان كده استضفنا خبيرة لغة الإشارة بمصر والوطن العربي الأستاذة نادية أبو سنة. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية أستاذة نادية أبو سنة، حضرتك يعني شغالة في هذا المجال من إمتى كده؟ من 86. 86. طب حضرتك يعني ايه اللي حبيبك في شغلانه التربيه الخاصه ولغه الاشاره بالذات؟ والله انا كانت زميله طفولتي صمه، وكنت اشوف دايما مظلومه والناس يضربوها وكده، اطفال واحنا اطفال صغيرين. بدات بقى ان انا ادافع عنها بقى كده، وصعبت عليا يعني، قلت لا لازم اتعاطف معاها على ان مشاركه وجدانيه بيني وبينها. ففي بيني وبينها كده يعني ايه كيمياء كده، وبدات افهم هي عايزه ايه وكده. حبيت المجال، ولما اتخرجت طلبت ان انا اشتغل في مدرسه الصم والبكم بالمنصوره، والحمد لله تعينت هناك. بدات بقى يعني بقيت يعني من صغري وانا عارفه الاشاره وحب المجال ده ومتعاطفه معاهم يعني تعاطف شديد، والحمد لله يعني ربنا كرمنا بسبب الاطفال دولت. الحمد لله تعاملنا معاهم باخلاص وبحب، بقيت يعني اساعدهم في بكل حاجه اعمل اقدر اساعدهم فيها، والحمد لله نجحت في كده. والحمد لله. طب حضرتك يعني في المجال بقالك فتره، شايفه يعني اهم طلبات الصم ايه؟ يعني نتعامل معاهم ازاي؟ في البدايه هم محتاجين ان هم يندمجوا في المجتمع والناس تحس بيهم، والمجتمع كله
يحس بيهم من حكومة، جميع وزارات، كل المؤسسات لازم يتعاملوا معاهم ان هم فرد من افراد المجتمع. والحمد لله يعني هو يعني معلش انا هقطع بس حديثك عشان الاستاذ المخرج محمد الشاهد بيقول لحضرتك يعني ان حضرتك يعني هتقدري تكلمي دلوقتي الجمهور صوت واشاره ولا مش هتقدري تجمعي بينهم؟ لا عادي اجمع منهم عادي عادي. ما هو برضه يعني ده نشوف المهارات. طبعا خبره. ما يعني انا اطلع مش هيسيبني يعني. لا يطلع حضرتك برضه، انت الخير والبركه. لا انا اقصد يعني ان يعني عاوزين ماشي انا هتكلم على اساس اللي شايفنا من فئه الصم. تمام. اصل البرنامج اصلا او الحلقه اصلا للصم فيعني من الافضل يعني اللي احنا كل كبيره وصغيره في الحلقه يعني نترجمها اشاره. اوكي هقول بس الحته اللي فاتت دي عشان هم فاتتهم. تمام. يعني علشان فئه الصم من زمان. اتفضل. يعني حضرتك دلوقتي برضو يعني انا كنت متخيل ان حضرتك هتجمعي بين الاثنين. انا هجمع بين الاثنين. ماشي يعني بس اتفضل. فانت يعني لو عملت كده ما تعملش كده؟ لا عادي عايزين نعرف بس ممكن يعني يتعمل شوش يعني. تشويش بس شويه. هو انا يعني حضرتك تتكلم لسه مثلا كمحسن مثلا مبتدئ جديد في جديد في الاشاره في الاشاره فيعني انا ممكن يعني يا يتكلم يا اشتغل اشاره. ايوه لان انا بخاطب الساده المشاهدين من فئه الصم، هم مش هيسمعوني بس هيشوفوا اشاراتي، لكن حضرتك هتسمع صوتي وارد على حضرتك. تمام. حضرتك احنا نبدا برضه تاني من الاول تاني. ماشي. وعاوزين نشوف يعني احنا نتعامل معاهم ازاي ونتعلم الاشاره ازاي عشان معظمنا الاغلبيه العظمى من الشعب المصري او شعب الوطن العربي ما يعرفش الاشاره. نعم. احنا لازم ان احنا نخلي في جميع المؤسسات الحكوميه زي وزاره الصحه، وزارات، اي وزارات، البريد، البنوك، اي حاجه لازم يكون في واحد فاهم لغه الاشاره. لازم، لان هم ما بيروحوا في اي مؤسسه حكوميه ما بيعرفوش يتعاملوا ابدا مع محدش فاهمهم، محدش فيهم يقولوا انت اصم، لا مش عارفين نتواصل معاك. يعني فعلا ده مشكلة فعلا، مشكلة جدا في المصالح الحكوميه اضعف الايمان. ما هو مش كله كل مصلحة عارف حكومية. مش كله عارف لغه عارف. الاشاره لا محدش حد عارف للاسف الشديد. لا في قليل جدا، مليون يعني واحد في المليون ممكن. تمام. فالمصالح الحكوميه مشاهدينا الكرام والساده المسؤولين اكيد سمعنا دلوقتي او بعض الساده المستشارين في اي مصلحه حكوميه، يا ريت فرد واحد فقط، مترجم واحد فقط للاشاره في كل مصلحه حكوميه، يعني مش معضله اعتقد يعني. يا استاذه ناديه دلوقتي يعني احنا هنشوف بعض طلبات الصم، واستاذ مخرجنا الاستاذ محمد الشاهد والاستاذ سالم يجهز لنا. معلش يا استاذ سالم في صور، لا هنسيبها للاخر الصور ديت، معلش يعني انا يعني ازعجتك النهارده. هنبدا من الفيديوهات يعني هنسيب الصور للاخر. استاذ مخرجنا يعرض بعض طلبات ومطالب الصم ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اصم وانا بشتغل في كارفور، وبعمل يعني عندي شيفت دوامي شيفت، فبروح واجي، المواصلات كتير عليا جدا. ليه الحكومه ما ترخص ليش الاجره ويبقى انا ادفع نص تذكره في جميع المواصلات؟ تاني حاجه ان المكان بعيد، طبعا دي نفس المشكله، المكان بعيد اللي هو بيشتغل فيه وعامل له ازعاج وضوضاء وما بيلحقش يستريح ولا يلحق يروح ينام شويه، فهو عايز يعني وظيفه تليق بيه وتكون قريبه منه لان هو تعبان جدا جدا. ثالث حاجه لما بيروح الطبيب او الدكتور يكشف ليه ما يتعملناش تامين صحي؟ لان احنا ملناش حاجه خالص، ما بنعرفش حاجه في المستشفيات ولا حد فاهمنا وبيقولوا علينا بصمجيه. ليه ما يكونش في كل مجال او في كل وزاره حد يترجم لنا الاشاره ويعرف احنا عايزين ايه بالظبط. ثالث حاجه بيقول احنا الحمد لله احنا ما احناش ناقصنا حاجه، احنا ناقصنا بس ان احنا ما بنسمعش ولا بنتكلم، بس بنعرف نشتغل وبنقضي عملنا كما ينبغي والحمد لله تمام. ده بيقول السلام عليكم، انا لما باجي اسوق في طريق طويل سريع كده ويجي الضابط يوقفني ولو شاف السماعه بسرعه 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 بروح مخبيها وراميها وسايق وعامل ان هو عادي خالص ويتكلم معاه كده ما يحسسوش ان هو مركب سماعه، لان لو شاف السماعه هيقول له لا ما ينفعش ان انت تسوق ابدا وتبقى على طريق سريع وتركب سماعه خلف الاذن، ما ينفعش.
اتفضل، لكن انا بخبيها طبعا وبستعمل الوسيله دي كده. احنا المفروض ما نخباش، نمشي عادي واحنا سايقين ويعني لابسين السماعات عادي. احنا ما احناش صغيرين وكده، وعيب كده يعني يعاملونا بالمعامله دي، لان احنا كبار ما احناش صغيرين، احنا رجاله متجوزين وعندنا اطفال. والشرطه طبعا المرور بنحييهم للمبادره دي. السلام عليكم ورحمه الله. تمام، انا هنا في مصر في القاهره والمنصورة، بروح واجي كل مرة ومخنوق، مخنوق من المواصلات. طبعا المترو هنا، في هنا في القاهرة تذكرة مخفضة للمعاقين، لكن بالنسبة للمنصورة لا، وفي جميع المحافظات التانية. ده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرخصة القيادة برضو مفيش، احنا عملنا الورق وختمناه وكل حاجة ومجهزينه، قالوا لنا انتظروا شوية، احنا عايزين السرعة يعني في الأداء. احنا كشفنا وعملنا الكشف الطبي وكله، ليه التأخير في كده؟ احنا عايزين السرعة السرعة. والشرطة والمرور لازم يوقفوا لنا على الموضوع ده، لأنه كلام كتير يعني بيحصل في الموضوع ده ومفيش حاجة. هنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أستاذ ده من تركيا. تركيا. هيدي إشارة تركيا دلوقتي. تركيا، أيوة دي. أنا في تركيا وبشتغل سواق، أنا مصري أصلا مولود في مصر بس جيت أشتغل هناك سواق خاص من 1998 وأنا هناك وبشتغل، وكل 10 سنين بتتجدد لي الرخصة أوتوماتيك دايركت على طول، مفيش أي مشاكل أبدا. كل مرة أخد أقف في الصف عادي ويجددهولي عادي، ويشوفوا مقياس السمع عادي، كل حاجة تمام، وأشوف يمين شمال مفيش أي مشكلة. أنا بسوق دلوقتي ومعايا الرخصة وتمام التمام، والحمد لله رب العالمين. أنا بشوف كويس وبعتمد على التواصل البصري ومفيش أي مشكلة، وما عملتش أي اكسدام يعني أي حادثة أبدا طول ما أنا موجود هنا. وهنا الشرطة الحمد لله، الحمد لله طالما الحزام يعني عامل الحزام الأمان اوكي. انا هفتح لكم باب السياره دلوقتي واوريكم ارقام العربيه عشان اثبت لكم حسن كلامي ان انا بره مصر خالص. دي ارقام طبعا اجنبيه في تركيا، وادي العالم اهوت بيورينا العالم، وان الحمد لله الحياه حلوه، وان الصم واخدين راحتهم في ليه احنا ما بنبقاش في مصر واخدين راحتنا في كل حاجه زي دي. احنا مش اقل من الدول دي على فكره، بل احنا احسن والحمد لله. شوف انا هسوق اهو دلوقتي وبعتمد على النظر يمين، وابص يمين وشمال اهو، ابص يمين وشمال مفيش اي مشكله خالص بتواجهني وانا سايق، طالما انا شايف كويس ونظري تمام التمام وصحتي تمام التمام خلاص الحمد لله. تمام اهو تمام. بقول لك ايوه اشكركم كتير والحمد لله ان انا يعني نظري كويس وبقدر اشوف كويس وانا سايق مفيش اي مشكله. دي المشكله برضو بتاعه الاسبوع اللي فات يعني عن ايوه مشكله الاستاذ محمد استاذنا استاذ ابراهيم وباسم اتكلموا عن الموضوع ده في مبادره مفيش فرق بيننا برضو يعني كل التحيه لهم برضو طبعا ده اكيد طبعا ويا ريت يعني الساده اي حد برضو من المجلس القومي شؤون الاعاقه يا ريت يعني احنا على فكره احنا عملنا الحلقه دي تاني برضو علشان الناس بعض مش عاوز اقول كل الناس في المجلس القومي للاعاقه يا ريت يسمعونا يعني يعني مش عاوزين بقى مشاكل شخصيه بين الافراد يعني احنا عملنا الحلقه دي مخصوص تاني ومبادره للصم تاني وهفضل حلقات وحلقات وحلقات اتكلم عن الصم لحد ما حد يستجيب المسؤولين لمطالب الصم. استاذه ناديه نعم. احنا كنا عاوزين النهارده كده يعني نتكلم شويه بقى عن ايه؟ عن بعض الاساسيات الاشاره او لغه الاشاره يعني ماشي هي لغه الاشاره دي يعني في كل المناطق شبه بعضها يعني ولا في مناطق وعشان برضه اعرف اتعامل يعني عاوزين اساسيات السلام عليكم بعض الاشياء الصغيره في اساسيات بتبقى ما حدش بيختلف عليها خالص زي السلام عليكم انت تمام الحمد لله كويس تعبان مريض دي اساسيات معروفه انت منين كده دي في العالم العربي برضه في امريكا وفي الاوروبيه الدول الاوروبيه وكله اهم حاجه ان انت تكون عارف اشارات المحافظه بتاعتك في كل المحافظات بتختلف يعني كل عن محافظه بتختلف لها اشاره معينه احنا عشان كده عايزين المجلس القومي يوحد لنا قاموس للاشاره العربي زي ما موجود ما في قاموس موحد للعرب في قواميس بس يعني مش كلها اللي في المنصوره ما بيتكلم مش زي اللي ما بيتكلم في المنوفيه في كفر الشيخ في المحافظات لا احنا عايزين نوحد الاشاره عامه
مش المحله باشاره، المنصوره باشاره، طنطا باشاره. طب حضرتك يعني لازم رحت محافظات كتيره وحتى سافرت بره كمان. اه طبعا. طب يعني لغه الاشاره عندنا زي حضرتك كنت في عمان؟ اه كنت في سلطنه عمان. يعني شبه بعض ولا ايه الاختلاف؟ جميله يعني؟ نفس النظام ومسهلينها كمان، لان دول مجلس التعاون مصر مشتركه فيه في اللهم صل على النبي، في القاموس الاشاره. مش في قاموس موحد العرب؟ اه ما هو القاموس العربي الموحد للاشاره ده كله مشترك فيه ومصر مشتركه فيه برضه، بس برضه الصم لهم اشاره خاصه مع بعضهم البعض. احنا برضه ممكن يعملوا لنا تمويه، يعملوا لنا تمويه ما نقدروش احنا نفهم اشارتهم، لكن اللي متعلم لغه الاشاره بيفهمها عامه، حتى بالعين، حتى بالنظر، حتى بقراءه الشفاه يعني دلوقتي تفهم. فكرتيني بقراءه الشفاه. يعني المفروض انا مثلا يعني ساوي يعني او سليم قصدي، يعني المفروض اكلم الاصم لغه الشفاه لها عامل. انت مش معقول ان جاي الاصبعي هتشتغل له كده. انت في المجتمع بره لما يجي هو متعلم في المدرسه بطريقه الاتصال عن طريق الهجاء الاصبعي، هو ما يجي بره في المجتمع مش هتعرف تقول له كده كده كده، هو مش فاهم، مش عارف حاجه خالص. اللي بره هيقول ايه ده بيعمل ليه كده ليه. لكن لما تتكلم بقراءه الشفاه، قراءه الشفاه ممتاز، ان هو من التدخل المبكر والطفل وهو صغير لازم ياخد جلسات نطق وتخاطب علشان يقدر يطلع مخارج الحروف من مخارجها الصحيحه، وبالتالي هتساعده يعني على قراءه الشفاه. الطفل الاصم لو مثلا في حد ضعيف سمع او اصم، يعني انت حضرتك شايفه ان المفروض في جلسات تخاطب؟ طبعا لازم من الصغر، يعني الام لاحظت ان في قصور من الناحيه الكلاميه للطفل على طول بتعمل له جلسات نطق وتخاطب. طبعا الطبيب هيقول لها الحاجات دي، لازم تدخل من سريع وهو صغير على طول ان هي تعمل جلسات نطق وتخاطب لابنها، بالتالي هتساعد لما يكبر هيعرف هيفهم، لما يشوف حضرتك بتتكلم هيبص الشفايف هيقرا قراءه الشفايف دي بطريقه صحيحه. تمام حضرتك. برضو نرجع بقى لايه، يعني هنسيب برضو مشاهدينا الكرام، احنا ان شاء الله يعني في نهايه الحلقه هن ايه بعض اساسيات لغه الاشاره الاستاذه ناديه هتعلمها لنا. تمام استاذه ناديه، احنا قلنا شفنا دلوقتي الفيديوهات والطلبات في طلبات كمان، في طلب هو الفيديو قفل بسرعه وكده. طلب بيقول ان انا ساكن في شقه في ايجار ومتجوز بنت صمه زيي، وانا نفسي هي تشتغل وانا اشتغل، احنا الاثنين يعني نربي عيالنا على يعني مش محرومين من حاجه وكده، ويعني نفسنا ان يشاركونا المجتمع في كده بحيث ان الايجار يكون مخفض لنا، يتعمل لنا نسبه في تخفيض الايجار. الكهرباء والميه فظيعه مع العلو كل مدى بتزيد. انا مرتبي والشغل كمان يعني لا، والمرتب بتاعه قليل، يعني بيشتغل مرتب هو فرد يعني واحد. يعني احنا عايزين وظائف. انت مع احتكاكك مع الصوم يعني أيوة شايفه يعني لخصي مطالبهم. بص حضرتك، هم عايزين يخلصوا المدرسة ياخدوا الدبلوم بتاعهم، قانون 5% لازم يتفعل. بيتفعل من امتى؟ من امتى ما عينوش يعني شباب؟ ما تعينوش من زمان خالص. لو حاجة تانية، ان في اكيد ناس برضو حتى كمان في الصم، يسيبك من ان هو ياخدوا ثانوية او دبلوم، اكيد في متفوقين واكيد عاوزين كليات. اكيد. ليه بقى معظم الصم ما خلوش ياخدوا كليات؟ انا شايف كده. ما احنا عايزين كده، احنا بنطالب دلوقتي هم يعني مدرسة فنية او ثانوية او كلية اداب، قسم جغرافيا، اي حاجه، اي حاجات سهله بسيطه لهم بالنسبه لهم هيعرفوها ويعرفوا. او حاسبات، اي حاجه، هم شاطرين ما شاء الله في الكمبيوتر والحاسب الالي وكده، والسوشيال ميديا ما شاء الله عليهم. ليه وزاره الاتصالات ما تعملش لما اجي اتصل هو يتصل بحاجه حد يرد عليه يكون فاهمه؟ ليه زي بره ما يتعملوش رساله صوتيه ان هو اصم هنكلمك بلغه الاشاره، انت كلمنا بلغه الاشاره واحنا هنجاوب عليك بلغه الاشاره. فين دي؟ فين وزاره الاتصالات ما بتعملهمش الفكره دي؟ مع اني منزله في تليفونات بنستخدم عن طريق الفيديو المباشر. موجوده طبعا. ليه ما بيروح المستشفى او يتعالج ملوش تامين صحي؟ ليه ما يتعالجش على حساب الدوله؟ ليه لما بنروح القاهره يوم المبادره ركبنا المترو وانا قلت لهم ليه الصم دولت ما يكونش لهم تذكره مخفضه؟ قال لي في القاهره بس في المترو. طب بقيه المحافظات، القاهره فيها مترو، بقيه المحافظات يركبوا المواصلات ازاي والناس مش فاهمه عنه، الناس بتستعبطهم وبيشكلوا معاهم، وبعدين يقولوا ليه الصم الاصم دايما في احتكاك وفي مشاكل بينه وبين الشرطه، وكل شويه يبعتوا لنا خبير اشاره عشان يترجم لنا في ولد مسكين وعشان عمل مشكله وكده. اجي ابص عشان مشكله بسيطه خالص. ليه ما كل وزاره ما تخليش واحد يتفاهم مع الفئه دي؟ في كل مصلحه، حكوميه، في بريد، اي حاجه، مستشفيات، اي حاجه، لازم يكون في واحد يكون الفئه دي متهمشه خالص. يعني دلوقتي وجهه نظرك ان المفروض الدوله تلزم المؤسسات
تمام أيوة كده؟ أيوة لازم، تلزم المؤسسات على الأقل يبقى فيه واحد مترجم للإشارة في كل مؤسسة حكومية. لازم لازم يكون فيه مترجم إشارة، لازم لازم في كل مكان، لازم، وفي أي وزارات، في كل الوزارات وفي كل المصالح الحكومية لازم يكون فيه مترجم يفهم لغة الإشارة. طب حضرتك دلوقتي يعني ممكن على هوائي مباشرة دلوقتي تقولي بعض أساسيات اللي ممكن الفرد العادي اللي زي كده ينزل الشارع دلوقتي يقابل أصم، يعرف يقول له السلام عليكم، يعرف يقول يسأله اسمك ايه مثلا، يقول له اسمك ايه، خدت بالك انت؟ انا مثلا ده السلام عليكم معروف، ماشي يعني خلاص ماشي، ورحمه الله وبركاته دي برضه معروفه. خدت بالك انت؟ دي عشان اسم. اسمك ايه؟ ايه؟ تمام. انت اسمك ايه؟ كم عمرك؟ تمام كده كده. كم عمرك؟ تمام. ايوه. بيتك بيتك كده؟ فين؟ بيتك مكانه فين؟ تمام. بيدرس ايه؟ انت في ثانوي، اعدادي، في جامعه، جامعه الزراعه، ثانوي، جامعه كده. انت بتشتغل فين؟ دي شغل دي عمل برضه عشان اعرف بس الساده المشاهدين وبعض شغل الناس او عشان عمل. يعرفوا يتعاملوا. انا يعني انا بشتغل مدرسه في مدرسه الصم والبوق بالمنصوره. ده اشاره المنصوره؟ دي اشاره المنصوره، دي نافوره على فكره. ايوه. نافوره في الهابي لاند دي، فدي اشاره المنصوره. حضرتك مذيع في التلفزيون، في التلفزيون دي اشاره التلفزيون. تمام. اوكي. فانت صحتك تمام؟ ايوه. كده دي اشاره مثلا، كل الناس يقولوا انتوا فاهمين، انتوا انتوا فاهمين. اوكي. يعني انتوا فاهمين، انا بحبكم، انا بحبكم كتير، انا حب اللي بيساعد الصم. يعني حضرتك انا بساعد. استاذنك بس في حاجه، يعني لما تعملي كده ابعد عن المايك شويه عشان برضه استاذنا محمد الشاهد يعني مش عارف ماله النهارده. انا لما اطلع بساعد الصم تمام في شغلهم في اي مكان، اي مكان. طب احنا نقول بقى محافظه محافظه كده عشان اشاره المحافظات. القاهره، القاهره اللي فيها طبعا الهرم، يعني ده مصر، او مصر، مصر او مصر. الهرم كده، او المتحف الحربي. تمام. المنصوره، لا الجيزه المفروض الهرم، الجيزه كده. لا انت كده بتقول مناطق. لكن مثلا شوف طنطا مثلا، طنطا. يقولوا مثلا طنطا بحيره. لا طنطا كده. ايوه. البحيره كده. ده ايه ده؟ البحيره يعني بيربط لهم رابطه معينه كده. دي نفس النظام مع سوهاج برضو. يعني يا المخرج بيقول لي يعني الاشاره بتاثر على الصوت. تخيلي. طيب خلاص. لا 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 عشان انت يعني انت ما هو المفروض ان انا اشاور. خلاص يا استاذ محمد، خلاص بلاش اشاور. لا لا. هو الاستاذ محمد النهارده مبسوط مننا جامد قوي. احنا اهم حاجه بنوصل صوتنا يا استاذ محسن للمسؤولين اللي هم يخدموا الفئه دي. تمام. في طلب، مطالبهم كتيره، زي قلنا يوافقوا على الرخصه لهم، يوافقوا على تامين صحي لهم، يخفض لهم اسعار التذاكر في المواصلات العامه. تمام. تامين صحي، يشتغلوا، بيكون واحد فاهم لغه الاشاره يتعاملوا معاه في البنوك، في البريد، في اي حاجه، في اي مصالح حكوميه. دي الطلبات اللي هم عايزينها، لان كل ما يشوف يعني يشوف الاخ اللي بيقول انا ببقى سايق ومركب السماعه، اول ما ادخل على الكمين بروح شايل السماعه على طول واروح مخبيها كده واقول له واعمل لنفسي ان انا ايه. يا باشا كده. مش عارفين. يا باشا يعدي. طب وانا ليه اكذب؟ هو بيقول صعبان عليه. ليه احنا نتعامل بالكذب وبالخداع؟ ما انا خليني السماعه موجوده عادي. قول لي العربيات، السيارات سلام اتفضل. السيارات كلها دلوقتي مقفوله ومكيفه. تمام. نعم. كده؟ بيقفل يعني ملوش لازمه. بتقفلي العربيه وتشغلي التكييف، تسمعي حد بره؟ لا ما بنسمعش لا كلاكس ولا حاجه، على التواصل البصري بس بالظبط. يعني هو ده اللي يعني احنا عايزين نوصله. قصه يعني مش فاهم. لا مش قصه ابدا. يعني في ايه بالظبط؟ وبعدين يعني الدكتوره هلا مش يا صراحه مش مخليه جهد. طبعا تحيه من خلال البرنامج لها والمستشار ادم، كلهم بصراحه بيخدموا الفئه ديت وعايزين يعملوا اي حاجه كده. بس المشكله ان الناس في المحافظات للاسف الروتين، يعني هو ده المشكله في الروتين، ان احنا عايزين نخفف العبء عليهم شويه ونوصلهم ان هم يندمجوا في المجتمع بطريقه جميله وبطريقه مبسطه وطريقه سهله، ويحس ان هم مش منبوذين في المجتمع. المدارس، والمدارس يعني كمان. المدارس احنا عملنا في مدرسه ليهم مثلا، مدرسه الامل. كل محافظه مدارس لازم. اخرها ثانوي. ثانوي ايوه. وبعد كده بعد كده في يعني شباب منهم متفوقين جدا يروحوا الجامعات، يتعمل لهم تنسيق، يتعمل لهم لازم كده تنسيق للصوم، ويبقى مخفض لهم، مش يبقى نسبته عاليه، لا يبقى مساوي لهم لقدرتهم، ويتعاملوا بالكمبيوتر وخلاص. ايوه ممكن عن طريق الحاسب الالي، سهل خالص، لانهم هم مبدعين في كده. فنون جميله،
كل معظمهم بيرسموا هايلين في الرسم، عندهم ابداع تمام وصور جميله خالص بيرسموها ولوحات تعبيريه وجميله، وعندهم حس، حس يعني ليه احنا ما نحسش بيهم؟ ليه انا طول عمري اقول كده؟ انا كنت اسيب بيتي يا استاذ محسن واروح الداخلي واحميهم واهتم بيهم، ليه الناس كلهم ما يعملوش كده؟ ليه الناس يوم ما يبصوا على اخرس يغزوه يعملوا له الحركه ديت ويضايقوه يخليه هنا نار؟ ليه ليه؟ ليه السبب؟ ليه ما نتعاملش معاهم كده؟ انا من وجهه نظري احنا عايزين نحسن جميع، والله بجد جميع المؤسسات والمدارس بالذات في تاهيل ازاي نتعامل مع ذوي الاعاقه، وخاصه يعني كل فئه على حده. طبعا يعني في فعلا المفروض طفل من اولى ابتدائي مثلا نفضل نعلمه ازاي حبيبي تتعامل الطفل الثاني ذوي الاعاقه، ازاي كذا ازاي كذا ازاي كذا، عشان يطلع النشأة حاجه كويسه. طبعا سلوكيا كمان يعني سلوكيا تاهيل سلوكي. ما اعرفش انا يعني ببص يعني بحس ان اللي بره البلاد الاجنبيه طبعا بيهتموا اللي معلش يعني اللي المفروض احنا افضل منهم، مش حكايه افضل منهم، احنا اللي بنروح نعلمهم، احنا اللي علمناهم، احنا اللي بنعلم، واحنا اللي بنأسس، واحنا اللي بنعمل كل حاجه. المصري مبدع في كل مكان، ليه هنا بقى؟ ايوه ليه هنا ما بيجي؟ لا احنا يعني احنا بنتعلم ازاي يعني اللي حد كويس نخليه مش كويس. ان شاء الله ان شاء الله. انا نفسي انا يوم ما جيت وانا بكلم كده وبناشد حتى كل اصحابي وزمايلي يقول لي يا ستي الماده مش زي هنا. استاذنك في اتصال تليفوني. السلام عليكم. السلام عليكم. استاذه ايه لو سمحتي ممكن نوطي التليفون شويه وتسمعينا من التليفون بعد اذنك. اولا انا عايز اشكركم على الاهتمام بالسمو والبكر. متشكرين جدا يا فندم بمداخلتك، واحنا نسعد بيكم دايما. يعني معايا حضرتك استاذه ايه؟ استاذه ايه من الاسكندريه. شكرا جزيلا لحضرتك. استاذتي الفاضله، دلوقتي المدارس بقى يعني انت شايفه برضو ان كفايه المدارس كفايه ليهم؟ يعني مثلا مدرسه واحده في المركز او المحافظه يعني هي في كل محافظه في مدارس الحمد لله ده متوفره وصرح كبير، مبنى جميل وكل حاجه. بس في محافظه كامله مدرسه في في ما شاء الله هي مدرسه وفيها قسم داخلي. ولكن في مدن جنب المحافظه قريبه برضو عملوا لهم مدارس ملحقه في الصم والبكر. احنا ما بنتكلمش على كده، كل ده متوفر والحمد لله. المشكله في العمل، المشكله كمان ان في جمعيه، احنا عايزين جمعيه بس في واحد يعني في حاجه بعد اتفضل يعني المفروض احنا نؤهلهم برضو. يعني مثلا طبعًا. يقول لك لا ان معظم الناس واخده ثانويه فنيه وخلاص او قسم معين مثلا. لا لا اقسام اقسام في نجاره، في نقش وزخرفه، في خياطه وحياكه، في اشغال يدويه ونقش يعني وزخرفه. يعني في اقسام كتير طبعا طبعا. طب ليه مبدعين؟ ما انا بقول لحضرتك مبدعين. يعني وزاره القوى العامله ليه ما تشغلش أيوة قانون ال 5% لازم يتفعل ويشتغلوا، ما ينفعش يقعدوا كده. يعني الطفل زي ده يعني الشاب زي ده يتخرج الاقيه بيبيع طماطم وخضار في السوق يقول لي شفت انا وصلت لغايه ايه؟ يعني ويشوفني يبكي وانا ببقى زعلان علشانه. ليه ليه يا حبيبي؟ يعني يقول لي ما فيش شغل، شغل ما فيش ما فيش، ليه الحكومه ما بتوفر لنا الشغل؟ لازم نشتغل، احنا بنشتغل ونتعب. اعتقد انه عدد يعني كبير، 5 مليون في البلد، في جمهوريه مصر العربيه. وسياده الرئيس قال كده، قال ان هم لازم ياخدوا حقهم في المجتمع وفي البلد، لازم كده لازم. والله انا اتمنى يعني المسؤولين يعني زي ما بيقولوا ان وصل لهم حاجات كثير على السوشيال ميديا. حتى كيكي وصلت لهم، وصلت للمسؤولين. فيا ريت يعني الحاجات اللي احنا بقالنا كام سنوات بنحكي فيها احنا نشغل يعني بالنا في حاجات اهم، في قضايا اهم، بلا يعني كيكي بلا مش كيكي. يعني معلش دولت فئه برضو محتاجين لكل يعني خدمه مننا، احنا المفروض نراعيهم ونبص لهم بعين الاعتبار. حرام حرام فئه زي دي تتهمش بصراحه، حرام. وفي ناس مبدعين فيهم والله، ناس طبعا بطريقه طبعا. يعني طب حضرتك بقى يعني شايفه في ايه يعني مثلا الاعلام، مثلا شايفه ان الاعلام مش مؤثر مع الفئه دي بالذات يعني صح؟ هو في الاونه الاخيره سياده الرئيس اشار الى الاعلام ان لازم يكون له يتجه ونحو الموضوع ده، نحو ذوي الاحتياجات الخاصه عامه، لازم نهتم بهم اهتمام واضح. انا بسال حضرتك، انت شايفه ان الاعلام مؤثر، الاعلام عموما يعني سيبك من البرنامج مفيش مستحيل وخان صح وجمال، الاعلام عموما مؤثر يعني في عرض وعرض مشاكل ذوي القدرات الخاصه؟ طبعا، وخاصه الصم. يعني انا بقى يعني معظم يعني انا عن نفسي انا بقول والله انا مقصر، يعني مقصر بسبب لغه الاشاره، خدت بالك انت؟ مقصر ان انا استضيف
ناس من الصم اي بسبب حد. لغه الاشاره. ففعلا ان يعني محتاجين فعلا نتعلم لغه الاشاره اكيد طبعا يعني اكيد، حتى على الاقل الاساسيات يعني بعض الحاجات البسيطه. انا بالمناسبه جالي راجل كبير في السن فوق الـ50 جالي الشغل وقال لي انا استاذ عايز اتعلم لغه الاشاره. قلت له مرحبا بك، استاذن حضرتك من المدير وتفضل انا اعلمك لغه الاشاره. بقول له ليه حضرتك عايز قال لي انا كل يوم بياعه قدامي بتبيع خضروات تصعب عليا، بتقعد تزعق ومش ان حدش فاهمها، فانا عايزه اوصل للناس ده عايزه كيلو كذا، ده عايزه كذا، ده عايزه كذا، انا حابب ان انا اساعدها، ده انا هاخد اجر وثواب عند ربنا. فشوف الناس حابه ان هي تتعلم لغه الاشاره، ليه بقى احنا كلنا المجتمع ما يتعلمش ويرحبوا بالفئه ديت ويحبوها وكده؟ معلش عدد المترجمين شويه في البلد في كتير، في كتير يا استاذ محسن، في كتير. ما هي البعثه وفي حاجه ثانيه برضو، انا يعني بعض الرسائل يعني معلش انا مع احترامي لحضرتك يعني بيقولوا يعني ان المترجمين جشعين شويه. بالعكس دليل على كده ان باجي يعني مثلا إيه؟ الحمد لله يعني انا بقول لك مش محسن اللي بيقول يعني إن بعض الرسائل وكلام من يعني مش عارفين يتعلم، يقول لك لا اصل الدوره 3 ايام مش عارف بكام، اصل كذا اصل لا كذا. بالعكس انا مستعديه من خلال برنامج حضرتك الجميل ان اي حد عايز يتعلم انا اعمل له دوره فري مجانا على اساس يساعد. طب انا اول واحد بقى عشان اعرف اترجم. ماشي. يعني دلوقتي انت شايفه برضو موضوع الشغل ده رقم واحد في طبعا في اول حاجه الوظائف. الوظائف مجرد ما يخلصوا من المدارس بتاعتهم ياخدوا الدبلوم الثانوي الفني يتعينوا. طب حضرتك شايفه عشان برضو حاجه جت دلوقتي موضوع الزواج. نعم هم بيفضلوا يعني انت شايفه عدد سنوات حضرتك يعني اللي اتعاملت معاهم فيها شايف ان في مشكلات جامده قوي في موضوع الزواج؟ يعني مثلا حد عادي يتزوج من واحده من الصم او بالعكس ولا سبحان الله؟ هو سبحان الله ان هم بيتجوزوا زي بعضهم ويخلفوا اطفال بتتكلم معظمهم، كل اللي اعرفهم كده ما شاء الله الاب والام من فئه الصم وينجبوا اطفال بتتكلم سبحان الله الحمد لله، واولادهم بيبقوا خبرة في الإشارة، مبدعين في الإشارة، يبقى الطفل صغير كده ما شاء الله يتكلم بلغة الإشارة بطلاقة. فاللي أحيانا بقى اللي بيتجوز واحدة بتتكلم مثلا لا ما بيدومش جوازهم للأسف الشديد. ليه؟ يعني التواصل في البيت والمجتمع والزوج والزوجة لما يقعدوا مع بعض يتكلموا هو بينفر لا هي بتنفر منه، ما بيقدروش يتواصلوا معاه لأنها خاصة هي مش عارفة، هي متجوزاه على اساس شكله حلو مش عارف ايه بيشتغل مش عارف، لكن كتفاهم بينهم مفيش ده للاسف. فدايما الزواج الناجح بين الاثنين ناجح، بين الاثنين صم ما شاء الله ناجح. دلوقتي في موضوع المدارس العاديه بقى ايه رايك في فكره ان يعني نعمل مبادره او نشوف وزاره التربيه والتعليم موضوع ان ندخل لغه الاشاره يعني يبقى في مترجم اشاره يعلم، انا قصدي اخذ دورات تدريبيه حتى دورات تدريبيه للاطفال من الصغار وكل المدارس بقى عموما يعني عشان يعرفوا يتعاملوا معاها، اصل في 5 مليون في البلد كتير يعني كل ما تمشي هتلاقي ناس من الصغر كتير طبعا يعرف في التدريب ده او مثلا المبادره دي او نكلم وزير التربيه والتعليم فيها او الحاجات دي. هو لو كل برنامج في وزاره الاعلام عمل بس دايره كده وفيها خبير اشاره بيترجم الكلام مثلا في اي برنامج ايا كان، مش هقول اسامي بس ايا كان البرنامج، يتكلم في موضوع في خطبه السعوديه في سلطنه عمان خطبه الجمعه لازم تترجم، اي كلام ديني لازم تترجم، الزواج للبنات لازم تترجم. ليه احنا ما نترجمش؟ ليه ما نترجمش للبنت مثلا مقبله على الزواج مش عارفه حاجه؟ ما انا قلت لحضرتك عدد المترجمين شويه في البلد. لا والله كتير يا استاذ محسن. فين كتير؟ فين؟ فين كتير؟ احنا مستعدين نعمل اي دوره للزواج، لاي حاجه، للتهيئه، للبنات اللي مقبلين على الزواج، ازاي ابنها ده ما يجرالوش حاجه، ما يصيبش بالحمى ويطلع اصم ويطلع كذا، لازم نعمل حاجه زي حاجه استرشاديه، لازم توعيه، توعيه وارشاد. ماشي توعيه وارشاد هنوعي وهنرشد. بس احنا في يعني الناس العاديه بقى دلوقتي يروحوا ازاي؟ يروحوا يتعلموا اشاره فين؟ من خلال دورات بيعملوا في دورات، المفروض الحكومه بقول لحضرتك مش المفروض تعمل الحكومه دورات. هو مفيش اي لا متاح دلوقتي؟ في مراكز خاصه بيعملوها عن طريق مادي طبعا، وانا مش حابه كده بصراحه، انا عايزه نفسي افتح مركز خاصه. انا اقصد فري ببلاش، انا اقصد الحكوميه يعني في مفيش دورات حكوميه او مراكز حكوميه في ذلك؟ لا في المدارس طبعا ممكن بتعمل دورات يعني بسيطه خالص لعدد معين من الاولياء الامور اللي حابين يتعلموا. انت شايفه ان الواحد ممكن يتعلم اشاره في قد ايه؟ ممكن ده ما شاء الله في شهرين يتعلم كل لغه الاشاره. يعني انا شهرين يعني اخد اجازه من الشغل شهرين بس لا يعني يومين في الاسبوع ما حسب بقى الايام، عايزه مكثفه يبقى ممكن 15 يوم كل يوم. لكن هقدر الم بعض طبعا طبعا طبعا
تبقى المهم تعرف تتعامل مع الناس بره. يعني انا سافر المنصوره بقى واخد اجازه اسبوعين. خلاص تشرف حضرتك. مش عارف والله يعني ايه. كان بعض الرسائل برضو كله معظم على الرخصه. هم اكيد دلوقتي زعلانين علشان انا ما بترجمش الاشاره دلوقتي لما يشوفوني انا. فمشكله دي عشان افهمهم السبب ده. الصوت مشكله، بيعمل مشكله. لا لا هو انت يعني ممكن تشاوري بس ما تخبطيش على المايك يعني. ما تحكيش بالمايك يعني. حاضر حاضر ماشي. من بعيد. في رسائل معينه، في رسائل معينه حضرتك عاوزه توجهيها للمسؤولين دلوقتي في نهايه اللقاء؟ اولا انا طبعا بشكر كل المجهودات اللي بيعملوها المسؤولين، ودي شايفينها طبعا وملاحظينها، بس في حاجات معينه احنا عايزين تسهيلات شويه لفئه الصم. زي ما قلنا اول حاجه ان هو يتخرج من المدرسه يلاقي شغل، لازم شغل، يخلص مدرسه لازم شغل. الشغل ده يعني هيفرحوا كتير لانه هو مش هيمد ايده لحد. تمام تمام. والله يعني المشكله ان الوقت بيمر سريعا سريعا، ودايما زي ما حضرتك عارفه ان الاوقات الجميله احنا قلنا الطلبات دي قبل كده مره. في بقى حاجه مهمه جدا مشاهدينا الكرام، في نهايه الحلقه لابد ان انوه عنها هيئه وبعض يعني اصدقاء البرنامج من ذوي الاعاقه ماشي، وناس يعني هم قريبين جدا الى قلبي ويعني مهتمين بالبرنامج جدا من ذوي الاعاقه، واستاذن الاستاذ محمد في بعض الصور. استاذ سالم، يا ريت انا سالم الامير يعرض لنا هذه الصور. في الأخت الفاضلة شريفة بورجي على الشاشة دلوقتي من الجزائر الشقيق، هي من ذوي القدرات الخاصة أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو من ذوي الإعاقة، مريضة ضمور عضلات من ولاية تلمسان وبالتحديد من دائرة فلوسن. يعني أقول إن هي من أصدقاء البرنامج ومن المتواصلين مع يعني صفحة البرنامج. هي اختفت فترة والمرض يعني أو عاوز أقول يعني تعبانة نفسيا، فأنا بقول لها من خلال برنامج محبطة محبطة من خلال البرنامج مش مستحيل. ممكن نقلب الصورة دي يا أستاذ سالم، يعني نغير على ثلاث صور بتوعها يعني. تمام. بتقول يا إلهي فرج همي وهم المسلمين. آمين. هي شكلها يعني راضية وتشعر بالرضا. شريفة لله. بورجي ده من الجزائر ومن الناس المحترمة جدا المتدينة جدا اللي دايما متواصلين مع صفحة البرنامج. عاوز أقول لها يعني ربنا شفاك الله، شفاك الله وعافاك يا شريفة. يعني وإحنا نكون لك كل الاحترام، وياريت ترجعي صديقة للبرنامج. دي اللي على الشاشة دلوقتي أختي الصغرى وأحب أخواتي إلى قلبي الأستاذة وردة، وردة محمد من مرسى مطروح. دي أصغر عضو في المجلس القومي للمرأة يعني في مرسى مطروح. شفاك الله وعافاك، عملت حادثة أو أقصد يعني عملت عملية الأسبوع اللي فات والحمد لله طلعت من العمليات، وأتمنى لك الشفاء العاجل أختي الصغرى وردة محمد. ده بقى يعني ده حد برضه من اصدقاء البرنامج ومن ضيوف البرنامج الاستاذ سيد جوز الاستاذه سلوى غانم. عمل حادثه مروحه او كده يعني عملت في دماغه، فالاستاذه سلوى بعدت ويعني ادعي له يا استاذ محسن وكلام من ده ونخلي الناس تدعي له، وهي من ذوي الاحتياجات. هذه الاستاذه سلوى الحاجه سلوى غانم دي من يعني زي ما بقول ام المعاقين يعني او ام مرضى ضمور العضلات. بقول لحاج سيد شفاك الله وعافاك، دايما دايما يعني ترجع لنا كده ان شاء الله بالسلامه ان شاء الله، وتدعي هي يعني على صفحتها تقول يا رب يعني ايش في زوجه وكده يعني. وهو يعني من الناس المحترمه جدا، وحقيقه يعني مشاهدينا الكرام يعني سعدت فعلا يعني ان انا موجود النهارده مع الاستاذه ناديه ابو سنه خبيره لغه الاشاره بمصر والوطن العربي. ويا ريت يا الله اتمنى يعني احنا يعني ان شاء الله نستمر في موضوع الصم ونستمر في عرض مشكلاتهم. وبجد اشكرك جدا استاذه ناديه ابو سنه خبيره لغه الاشاره بمصر والوطن العربي، حقيقه اشكرك جدا. الله يخليك. ويعني ان شاء الله على وعد بلقاءات اخرى كثيره، اللقاءات ما انتهتش يعني. الله يخليك. انا بشكر حضرتك من خلال البرنامج الجميل ده ان انت بتتعاطف مع الفئه ديت وحاسس بيهم وتحل لهم ان شاء الله مشاكلهم من عن طريق برنامج حضرتك. ممكن توجهوا يعني تقولي للصم اللي احنا من حبهم من حبهم جدا ومعاكم دايما ان شاء الله تعالى، وبرنامج مش مستحيل وقناه الصحه والجمال وكل اسره قناه الصحه والجمال مع الصم ومع كل ذوي القدرات الخاصه. مشاهدينا الكرام هكذا انتهت حلقتنا، ودائما الاوقات الجميله مع حضراتكم تمر سريعا سريعا، والى ان التقي بكم الاسبوع المقبل اترككم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.